ازيكم عاملين ايه؟ النهارده حابه اكلمكم عن الفيلرز. الفيلرز هي حقن جاهزه تبقى جايه فيها ماده اسمها هيلورونيك اسيد. الماده دي طبيعي بتبقى موجوده في الجلد بتاعنا، وكل ما بنكبر بيبتدي الجلد بتاعي يفقد الماده دي. الماده دي FDA approved، في اكتر من شركه موجوده في الماركت، معظمها بتبقى كويسه والاختلافات بتبقى بسيطة ما بين شركة للتانية. ناس كتير للأسف خايفة من الفيلر، والفترة اللي فاتت الفيلر بقى نوعا ما في ناس بتخاف منه لأنهم بيبقوا خايفين يغيروا من ملامح وشهم. حابة أن أنا أتكلم عن طرق جديدة في حقن الفيلر دلوقتي بتتقدم، نقدر نقدمها بحيث ان احنا نوصل بالظبط للسيده او اللي هي محتاجاه. سيده اول ما بتيجي العياده نقعد نتكلم معاها وبنشوف ايه المشكله بتاعتها. هل هي مشكلتها التايرد لوك، يعني هي شكلها تعبان، ولا الساد لوك، هي شكلها زعلان رغم ان هي مش زعلانه، او الايجنج، ان هي حاسه انها كبرت في السن وشكلها كبر، ولا هي واحدة صغيرة and she want the model look، ان هي عايزة تبقى احلى وتبقى شكلها ماشي اكتر مع الجمال او نظرة الجمال دلوقتي. وبنشوف هي محتاجة ايه، وكل طريقة منهم طريقة مختلفة في الحقن ونوع فيلر مختلف بيناسب اكتر اللي هي محتاجاه. فمثلا هناخد مثال الموديل لوك، هي عايزة تبقى أحلى. طب إزاي هتبقى أحلى؟ أنا ممكن أحدد لها حسب مقاييس، باخد المقاييس بتاعت وشها. الوجه بيختلف، في واحدة عندها أوفل شيب للوش بتاعها بيضاوي، في واحدة عندها هارت شيب شبه القلب، في واحدة وشها سكوير، وفي واحدة وشها مدور. تمام، طيب اللي هيناسب دي مش هيناسب دي. تمام، فاحنا بنعمل المقاييس وبنوصل بنشوف بشوف هي او هي ايه اللي هي مضايقها، وبنشوف ده هيناسب لوشها ولا لا. ممكن الحاجات اللي نقدمها لها عشان نخليها تبقى احلى، احنا مثلا ننفخ لها شفايفها شويه، طبعا احتراما لمقاييس وشها بنكرر الحجم المناسب ليها، نعرضها شويه لو مش عايز تنفخها، نحددها، ممكن نعمل ثلاثه، ممكن نحدد الفك، وده الجديد اللي هو تكساس جو لاين، ان احنا بنحقن في اماكن معينه ان احنا بنبرز العظمه لو هي وشها مش باين العظم فيه، وممكن نبين لها عظمه التشيكس بون. لو هي شكلها ساد او تايرد، هما الاثنين حقنهم قريب جدا، احنا بنركز على منطقه العين وبنحقن فيلرز خفيفه جدا بحيث انها تحسني بس من القصه دي. ولو هو ايجنج وهي حاسه انها كبرت، ببتدي اركز حقن الفيلر بتاعي ان انا احقن قصاد الليجامنتس بتاعه الوجه بتاعتي اللي هي الاوتار، عشان اعمل ليفتنج، ان انا ابتدي ارفع الوش لفوق، ومنبقاش عايزين نغير قوي الملامح لان هي عاده بتبقى مش عايزه حد ياخد باله. فاللي انا عايزه اقوله ان الفيلر من الحاجات الناجحه جدا جدا جدا، نتائجها هايله جدا، وبنقدر ندي النتيجه اللي السيده عايزاها لما بنقدر نعرف بالظبط اللي هي محتاجاه، وبالطريقة الحقن وبالنوع اللي بنقيه مع بعض بنوصل للنتيجة. ويا رب اكون فدتكم، ولو عندكم اي استفسار بالنسبة للفيلر ممكن تبعتولي على الكومنت.